الثانية صباحا 11 بتوقيت جرينتش. موجز اخباري جديد ياتي حضراتكم من القاهرة. اهلا بكم. وجه الرئيس السيسي بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، وذلك من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة مع ضمان توفر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، وأيضا الاستمرار في زيادة الأنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين. وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجه رئيس السيسي باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة. كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، وذلك لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب. أكد مصدر حكومي لإكسترا نيوز عقد مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، وذلك لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي. وأشار المصدر إلى أن المؤتمر يشهد الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، وأيضا طرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل. وأضاف أيضا أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي يوافق على إعادة هيكل الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على متابعة الخطوات الجارية لتنفيذ المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وأيضا تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة خطط التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، حيث شهد الاجتماع عرض موقف التمويلات الميسرة من شركاء التنمية الموجهة لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة. كما تناول الاجتماع الموقف الخاص ب18 مشروعا جاريا في هذا الصدد، وذلك استنادا إلى تضمين برنامج نوفي مكونا لدعم استثمارات الشبكة الكهربائية. كما تم عرض موقف القدرات الحالية والمستهدفة من الطاقة المتجددة، وكذلك القدرات المطلوبة لإنتاج الهيدروجين. أعلنت وزارة الخارجية والهجرة افتتاح المقر الجديد للسفارة المصرية في مقديشو، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز التعاون والعلاقات الأخوية بين مصر وجمهورية الصومال الفيدرالية، مشيرة إلى أن افتتاح المقر الجديد يعد خطوة هامة نحو دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأيضا العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين. أدانت مصر اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلي داخله، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية. وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أن تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية وللالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم. كما أكدت مصر على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ومشددة على التزام مصر بالسعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39,929 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال يوم، ووصل منهما إلى المستشفيات 32 شهيدا و88 مصابا. وأوضحت أن الآلاف من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور، من خلال جوجل بلاي أو الكيو آر كود أظهر أمام حضرتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. تحياتي كريم الخولي، وإلى اللقاء.